السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم؟ انا اسامة زرعي من اكاديمية بي برو تريدر. النهاردة المحاضرة الثانية من دورة اليات عمل الاسواق من الناحية الفنية. كنا امبارح كان الاستاذ احمد اسامة طلع وكان اتكلم في المحاضرة الاولى، ودي المحاضرة الثانية. طيب يا جماعة، المحاضرة الاولى كان اتكلم فيها الاستاذ احمد اسامة، وكان اتكلم عن طبيعة الاتجاه وامها خلف الشورت يعني. النهاردة المحاضرة بتاعتنا متقسمة في اليات عمل الاسواق، احنا بنتكلم من الناحية الفنية اكتر شوية. المحاضرة متقسمة لجزئين. هو أول جزء معانا هو إزاي نقدر نقيس قوة المناطق اللي موجودة عندنا في التشارت، سواء كانت منطقة للطلب أو منطقة للعرض، وكمان هنتكلم عن دور القياس الهندسي جوه التشارت. أول حاجة هنتكلم فيها النهاردة وهي إزاي نقدر نقيس قوة المناطق. تعالى معانا نشوف إزاي نقدر نقيس قوة المناطق علشان أقدر وأنا جوه التشارت اقدر اقول ان المنطقه اللي معايا هقدر احددها ان هي منطقه طلب او ان هي منطقه عرض. لازم في الاول خالص اعمل حاجه اسمها اثبات المنطقه. يعني ايه اثبات المنطقه؟ اثبات المنطقه بتثبت عندك المنطقه ان هي فعلا منطقه دخل فيها صانع السوق، دخلت فيها السيوله بتاعه الماركت ميكر. ليا حاجتين اقدر اعتمد عليهم واقدر اقول ان انا عندي منطقه مثبته. اول حاجه بنقول ان لو المنطقه بتاعتي اخترقت الترند. بمعنى ايه اخترقت الترند؟ بمعنى ان انا لو عندي ترند هابط، ان الاقي المنطقه اخترقت الترند، كسرت الترند، وهنا اقدر اقول ان انا اتكونت عندي منطقه للطلب. طيب لو انا عندي الترند بتاعي صاعد، لا اقدر اقول ان المنطقه هنا هي منطقه للطلب للعرض، اسف، ان هي تكسر الترند الصاعد. ليه حاجه تانية موجوده معايا وهو اختراق المنطقه المعاكسه. بمعنى ايه؟ تعالى بس في الاول نبدا نفهم يعني ايه اختراق الترند. انا عندي الاسعار بتمشي في صوره اتجاه، مثلا وليكن الاتجاه كان صاعد، عمل التصحيح بتاعه صعد تاني، عمل التصحيح بتاعه وصعد تاني، الى ان بدات تتكون من عندي من هنا منطقه، وجيت انا على الترند الصاعد بتاعي اهو، ولقيت ان جت شمعه هابطه كسرت الترند اللي انا بشتغل عليه. في الحاله دي انا هقدر من هنا اقول ان سيوله السوق كانت موجوده في المنطقه دي، وبلاقي ان الاتجاه بتاعي انعكس. في الحالة دي أنا باجي عند الشموع أو عند المنطقة اللي حصل من عندها اختراق للترند، وببدأ أحدد المنطقة بتاعتي وبقول أيوة أنا كده عندي منطقة كويسة جدا. نيجي هكذا برضو كانت عندي الأسعار هبطة، عملت الكوريكشن بتاعها ولقينا إن السعر معانا هبط، لقينا إن السعر كمل هبوط، لقينا إن السعر في نفس المنطقة هابط، وكده انا بقى عندي ترند نوعا ما هابط. باجي بلاقي عند منطقه ما والسعر جه من عندها وعمل لي شمعه قررت ان هي تخترق الترند بتاعي، وبكده انا اقدر اقول ان انا اتكونت من عندي منطقه الطلب. يبقى انا كده بتكلم جوه حاجه مهمه جدا، ان من شروط اثبات المنطقه ان هي تكسر ترند صاعد علشان اقدر ان انا اعتمد عليها واقول ايوه انا اتكونت من عندي منطقه للعرض، يا اما تكسر الترند الهابط واقدر اقول ان انا اتكونت من عندي منطقه الطلب. طيب تعال نشوف ايه الاثبات الثاني اللي ممكن يكون معانا. الاثبات الثاني وهو اختراق منطقه معاكسه للمنطقه اللي احنا بنشتغل عليها. بمعنى ان انا عند اختيار منطقه الطلب لابد، بيقول لك ان لابد ان يتواجد فيها الزخم الشرائي الذي يخترق منطقه العرض اللي موجوده قدام. ولو ان انا هختار منطقه عرض لابد ان انا اشوف الزخم البيعي اللي بيخترق منطقه الطلب اللي موجوده قدام. بمعنى ايه؟ بمعنى وليكن انا كانت متكونه من عندي هنا منطقه، تمام؟ المنطقه دي انا كنت شايف ان هي منطقه طلب، لكن جيت ولقيت الاسعار قررت ان هي تخترق المنطقه. في الحاله دي انا بقول ان صانع السوق اللي موجود دلوقتي
مع ما يكفي من السيولة للتغلب على الناس اللي مشترية من المكان ده. طيب ايه العكس بتاعه؟ العكس بتاعه هنا لما انا هاجي واحدد واقول طب هل يا اخوانا المنطقة دي هي منطقة العرض؟ انا شايف ان من المفترض الاسعار هتيجي عندها وهتبدأ تعمل لي داون ترند، هتبدأ تعمل لي اتجاه هابط، لكن نيجي ونلاقي ان السيولة اللي كانت متواجدة معايا جوه السوق الاسعار اخترقتها بكل سهولة. يبقى نيجي نقول ان انا علشان اثبت واعتمد منطقة واقدر ان انا اشتغل عليها عندي حاجتين لازم في الاول ان انا ادور عليها. اول حاجة بقول يا اخوانا احنا لازم نكون المنطقة اللي احنا بنشتغل عليها هي منطقة مثبتة. يعني ايه منطقة مثبتة؟ يا تخترق ترند يا تخترق ترند هابط في حالة ان انا عايز اختار منطقة للطلب، يا اما اختار منطقة العرض تكون اخترقت معايا الترند الصاعد. طيب ايه اللي ممكن يثبت لي تاني ان السيولة جوه السوق وجوه الماركت كبيرة بالقدر الكافي اللي تخلي صانع السوق ياخد قرار وانا في نفس الوقت اشوفه ان انا بتكون متواجدة عندي هنا جوه النطاق ده تحديدا؟ مثلا جينا وقلنا ان الافريج ده او المنطقة دي هي منطقة الطلب اللي انا ممكن اكون شايفها، لكن جينا ولقينا ان الاسعار عملت الشموع دي او الكاندل دي واخترقت المنطقة، هنا بقول لا انا لقيت دلوقتي صانع سوق معاه ما يكفي للتغلب على اي حد بيكون مشتري جوه السوق. العكس تماما في موضوع منطقة الطلب، انا خلاص حددت المنطقة بتاعتي وكيف المنطقة بتاعتي هنا كسرت الترند، وكمان لو كسرت منطقة مقابلة ليها انا هنا بقول يا اخوانا انا كده تمام المنطقة اللي عندي كويسة جدا. طيب تعال نروح بقى ونشوف انا خلاص اثبتت المنطقة بتاعتي، هل من المفترض ان انا هعمل عليها الصفقة بتاعتي دلوقتي؟ لا، انا دلوقتي ملزم بحاجات معينة. اول حاجة معايا علشان اقول ان المنطقة اللي انا شغال عليها هي منطقة فعلا صالحة وفعلا هقدر ان انا اخد من عليها صفقة نوعا ما اكون واثق فيها بنسبة 90 95%، انا هنا بقول ان انا عندي حاجتين، اثبت المنطقة وبعد كده اقيم المنطقة. طيب احنا عرفنا في الاول يعني ايه اثبات، حد عنده مشكلة لحد دلوقتي في اثبات المنطقة؟ لو حد عنده مشكلة من الممكن ان هو يكتبها لي، لو احنا لحد دلوقتي فاهمين اثبات المنطقة ممكن نكتب واحد، لو حد عنده مشكلة ممكن يكتب رقم اتنين او يكتب السؤال بتاعه. كله كده فاهم الحمد لله اثبات المنطقة. طيب حلو جدا، حلو حلو جدا، حلو جدا، تمام، ماشي زي الفل. نيجي بقى للحاجة التانية، انا خلاص اثبتت المنطقة بتاعتي، هل اعمل من عندها اوردر ولا لا؟ لا، قلنا لا، في الاول اروح واقيم المنطقة. يعني ايه هنقيم المنطقة؟ علشان اقيم المنطقة عندي 6 حاجات لازم اشوفهم قبل ما احط الاوردر بتاعي، سواء كان باي او سيل او باي ليميت سيل ليميت، اي حاجة انت بتشتغل بيها جوه السوق، لو انت بتشتغل لحظي او انت بتشتغل اوردرات معلقة. اول حاجة عشان اعرف اقيم المنطقة هي قوة الحركة، قوة الحركة. تاني حاجة هو اختبار السعر للمنطقة المحددة. تالت حاجة هي نسبة الهدف إلى الخسارة. رابع حاجة إيه وضع المنطقة اللي أنا بشتغل عليها؟ هل المنطقة دي موجودة نفسها على فريم كبير، ويكلي، ديلي، الإطار الزمني لل4 ساعات ولا إيه؟ خامس حاجة إيه هو وضع صانع السوق داخل المنطقة؟ هل صانع السوق جوه المنطقة دي ضخ سيولة كبيرة ولا مش قادر يضخ سيولة كبيرة؟ مين اللي هيتغلب في المنطقة اللي احنا هنشتغل عليها؟ سادس حاجة وهو ازاي اقدر اطلع مناطق اسمها مناطق الكيرف من المنطقة. طيب تعالى نمسك اول حاجة وهي قوة الحركة. احنا جينا مثلا عند المنطقة اللي احنا حددناها للعرض دي وقلنا ان احنا خلاص هنعمل اوردر بتاعنا هنا.
اثبتناها، لقيناها فعلا المنطقه كانت قبل كده كسرت ترند، وكمان كسرت كل المناطق المقابله ليها، وخلاص احنا بدانا اعتبرنا ان الاثبات بتاعنا خلاص كويس. طيب ايه بقى قوه الحركه؟ لازم عند المنطقه اللي انت شغال عليها تسال نفسك، هو صانع السوق لما جه اخذ الاوردرات بتاعته اللي موجوده في المنطقه، هل لما جه خرج بالاسعار من المنطقه وهو بينفذ الاوردر بتاعه، هل خرج بقوه كافيه فعليا ان انا اقدر اشوف ان السيوله موجوده في المنطقه دي؟ هل الخروج بتاعه كان كافي علشان انا احط اوردر ليا وانا مرتاح؟ هنا قوه الحركه لازم تسال نفسك وتشوف كمان الكلام ده بعينيك موجود. اول حاجه هتسال نفسك، الخروج ده حصل بقوه ولا الخروج ده كان عادي، جه عند منطقه وعادي بدا السعر يتداول من عندها، ولا كان خروج ضعيف؟ في حاجه لازم ناخد بالنا منها، ان اي خروج من ضعيف من المناطق بنشوفه بشكل صوره شموع نوعا ما، بتكون صغيره مش قادره ان هي تحرك الاسعار بما يكفي ان انا فعلا اقدر اعتمد على المنطقه. طب تعالى كده نشوف الموضوع بيتم ازاي. وليكن انا عندي المنطقه دي تمام، وهي خلاص قلنا ان هي منطقه العرض، لكن هي كسرت، ايوه لقينا كسرت الترند، ايوه، لكن بعد كده لقينا ان الشموع اللي نازله من المنطقه هي شموع ضعيفه، شموع مش قادره ان هي تحرك السعر، غير قادره ان هي تديني مجال تداول كفايه. في الحاله دي احنا بنقول ان السيوله كانت غير كافيه علشان تقدر تحرك الاسعار في الاتجاه اللي احنا شايفينه مناسب للمنطقه دلوقتي. طيب انا ايه الشروط بتاعتي؟ ان انا الاقي الشموع فعليا فيها ما يكفي من السيوله لاتخاذ قرار التداول، الاقي ان الشموع بتاعتي قويه كبيره ما فيهاش اي مجال ان اي منطقه قدامها في وشها هتقدر ان هي توقفها. طيب لو لقيت ان الشموع بالشكل دي بالشكل ده، انا هنا بقول ان انا اول حاجه عندي السعر خرج بقوه، فالمنطقه معايا كويسه جدا. طب لو لقيت ان الشموع خارجه بالشكل العادي لنطاق تداول، هو مش هو كويس لكن هو مش بيحرك لي الاسعار بما يكفي ان انا اخد نطاق التداول، بتلاقي ان الشموع صغيره جت من وسطها كمان، لقينا في شموع طلعت صاعده، في بعد كده لقينا ان الاسعار من بعد كده راحت هبطت تاني وخلافه، هنا بقول لا، المنطقه مش فيها السيوله الكافيه ان انا اقدر اخد قرار التداول. تمام، يبقى انا اول حاجه بعد ما اثبتت المنطقه بتاعتي بقول يا اخوانا انا عندي مراحل للتقييم. ايه هي مراحل التقييم بتاعتنا؟ قلنا اول حاجه هي قوه الحركه الخارجه من المنطقه، تاني حاجه ما هي عدد اختبار السعر للمنطقه، تالت حاجه نسبه الهدف الى وقف الخساره، ما تاني حاجه هل المنطقه هي منطقه بتحرك الاسعار على كل الفريمات، ولا المنطقه اللي حضرتك مختارها هي على فريم صغير مش موجوده على فريم كبير، خامس حاجه ايه وضع صانع السوق، سادس حاجه ايه هي مناطق الكم. قلنا اول حاجه قوه الحركه وشرحناها، لو في اي حد عنده مشكله مع قوه الحركه من الممكن ان هو يكتب لي سؤال. لو احنا كلنا تمام مع قوه الحركه يا ريت نكتب واحد. تمام، نروح بقى لحاجه تاني من بعد قوه الحركه، وهي اختبار السعر لنفس المنطقه. لما بيجي صانع السوق ويقرر ان هو يعمل لي مثلا مارك اب او مارك داون، في اوقات كتير بيكون صانع السوق خلاص صعد لكن ما اخدش كل الكميات بتاعته، بمعنى ان هو خلاص رايح مثلا وليكن يشتري دولار، عايز مثلا يشتري بمليار دولار، عايز يشتري بمئة مليون، المتاح في الوقت ده وليكن مثلا كان بسبعين، لكن مازال عنده ناقص 30 علشان يبدأ لما يوصل لمنطقة هو شايف ان هي كويسة يعمل عندها التيك بروفيت. فأوقات كتير بنلاقي ان السعر صعد ثم بعد كده بيرجع علشان يختبر المنطقة تاني، في الحالة دي هو بيلم كل كمياته وبيبدأ يصعد تاني. لكن هنا لازم نلاحظ حاجة مهمة، اختبار السعر ليه نفس نطاق التداول، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا كانت هي دي المنطقه الاولى للهبوط،
تمام، وجي من عندها السعر وهبط وخلاص. لما قلنا لما هيجي السعر من عند النطاق ده تاني هنقرر ان احنا نبيع. ليه؟ قلنا ان هي كانت منطقة بالنسبة لينا مثبتة، ثم كمان المنطقة كانت تم تقييمها ولقينا قوة الحركة اللي خرج منها السعر كافي جدا لنطاق التداول، وبالفعل رجع السعر تاني عند المنطقة واحنا اخذنا اوردراتنا وكان ربنا وليكن وفقنا في الصفقة. يبقى انا كده بدي المنطقة دي عند اول مرة جه لمسها بدلها رقم واحد، واحد في عدد مرات اختبار المنطقة اللي موجودة قدامنا. تمام؟ ادي مثلا هي دي اول مرة جه اختبر السعر وفعلا راح هبط منها. طيب لما يجي يرجع لها السعر تاني برضو هبط منها. كل ما السعر بيرجع لنفس المنطقة تاني هو ده بيديني ضعف للمنطقة مش بيديني قوة. ليه بيديني؟ ايه التفسير المنطقي اللي يخليني اقول ان المنطقة مع كل مرحلة ما من نطاقات التداول بتبدأ تضعف؟ المنطقة دي هي منطقة اخذ كميات، وجود سيولة ما معينة. ممكن نقول ان احنا في المرحلة الاولى من السعر والسعر هبط، من الممكن ان صانع السوق اللي كان متواجد عمل التيك بروفيت بتاعه هنا وخرج من السوق. لما يرجع المنطقة ممكن نقول صانع السوق تاني اخذ من المنطقة ورجع تاني وخلاص اخذ ما يكفي من السوق وخلاص خرج من السوق. لكن كل مرة زيارة للمنطقة احتمالية كبيرة جدا، ودي بتكون واردة، ان عند المرة الثالثة السعر بيخترق المنطقة. ليه؟ لان يعني زار المنطقة ما يكفي لان هي تحدد الكلام التداول اللي انا شغال عليه. فيبقى احنا بنقول لما هاجي علشان اقيم المنطقة لازم اشوف هو السعر، هل دي اول مرة بيزور فيها نطاق التداول؟ لو اول مرة بنسميها هي المنطقة الفريش لمنطقة التداول وبقدر ان انا اعتمد عليها بشكل كافي جدا. طب لو تاني مرة من الممكن ان انا اعتمد عليها بنسبة 50-60%، لكن تالت مرة حتى لو انت واثق في صفقتك مش هتاخد ما يكفي من الصفقة، او في نفس الوقت هتكون داخل قلقان جدا وانت بتتداول في المنطقة. يبقى انا اختبار السعر للمنطقة لو اول مرة زيارة للمنطقة لا المنطقة كويسة جدا واقدر ان انا اعتمد عليها، لكن لو تاني مرة بقول نوعا ما من 50-60% المنطقة بتاعتي هتكون قوية، لكن لو تالت مرة انا شخصيا بقول بلاش نتداول على تالت مرة زيارة للمنطقة علشان السيولة بتكون في المنطقة مش كبيرة. تمام. لو احنا لحد دلوقتي تمام من الممكن ان احنا نكتب الدنيا تمام، بس علشان ابدأ اشوف النطاق بيكون ماشي ازاي. طيب تمام الحمد لله الحمد لله. طيب تمام، تعالى بقى نروح لحاجة مهمة جدا تاني، وهي نسبة الهدف لوقف الخسارة. نسبة الهدف ببساطة تحديد مساحة الأهداف وتحديد مساحة إيقاف الخسائر. مهم جدا، هو مهم بالنسبة لي أنا في أول نطاق عملية المتاجرة علشان الاستمرارية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن أنا ما ينفعش إطلاقا إن أنا يكون مثلا الهدف بتاعي 50 نقطة ويكون الستوب اللي أنا شايفه عندي 100 نقطة. أنا لو هدخل كده في كل صفقة انا استوب ب 100 نقطه، الستوب لوز بتاعي او ايقاف الخسائر بتاعي هو 100 نقطه، طب والهدف 50 نقطه، يبقى انا لو اتضرب ستوب عندي او اتضرب ايقاف الخسائر بتاعي تم ضربه، انا كده معايا صفقتين علشان احقق ستوب لوز واحد اتضرب لي. يبقى انا في ايقاف الخسائر بشوف الصفقه بتاعتي وليكن من هنا قررت ان انا هاخد عملية متاجرة سيل. تمام؟ بشوف ان وليكن انا شايف ان هدفي الهدف الاول مثلا عندي هو اول منطقة هتقابل الـ الاسعار، مثلا لو تكون منطقة دعم او منطقة طلب او بيفوت اسبوعي بيفوت شهري دعم مقاومة، على حسب ما حضرتك بتقرر انك تحدد هتوقف صفقتك فين. لازم في نفس الوقت اشوف هو انا
هقف فين بالظبط بعد العمليه بتاعتي؟ بمعنى ان انا هنا هاخد النطاق ده، من هحط الاوردر بتاعي هنا، الستوب لوز مثلا وليكن بتاعي من هنا هيكون وليكن 80 نقطه. 80 نقطه. انا شايف ان احتماليه الاسعار تهبط معايا مثلا وليكن 160 نقطه، يبقى هقول لا دي تريده كويسه. ليه؟ لان 160 مقارنه بال 80 اللي هو الستوب لوز بتاعي، لا دي حاجه بالنسبه لي كويسه جدا. طيب لو الامام وليكن مثلا 200، لا هتكون برضو كويسه جدا. لكن في نطاق بقى من الممكن ان انا تكون اول منطقه انا بشوف ان هي السعر من الممكن ان هو يقف عندها، وليكن لقيناها 50 نقطه. طب الستوب لوز بتاعك كام؟ الستوب لوز بتاعي 80. طب ليه انت كده داخل صفقه من الممكن ان السعر يعكس عليك؟ طب هتضرب لك ستوب 80 علشان كنت عايز تاخد هدف في النهايه 50، مش معقوليه. فعلشان اجي وان انا اخد تريده كويسه، لازم يكون عندي رقم 3 بند مهم جدا، هو نسبه الهدف الى ايقاف الخسائر. نسبه الهدف لايقاف الخسائر احنا هنا بنقول ان لازم تقيس قبل ما تحدد العمليه بتاعتك، انت عايز تكسب كام وعايز تخسر كام. لو لقيت ان الهدف بتاعك بالنسبه للخسائر بتاعتك هتكون 3 إلى 1، دي حاجه عظيمه جدا ان انت لو فحست ان انت معاك 3 مرات يعني مثلا ستوب لوز بتاعك 50 نقطه، انت الهدف بتاعك 150 نقطه، دي هتكون حاجه كويسه جدا جدا جدا. طيب لو الهدف بتاعي 2 لـ1، نوعا ما بنقول 50 60% حاجه برضو كويسه جدا، لكن 1 لـ1 برضو انا مش بحفز دايما الصفقات اللي الاهداف بتاعتها بتكون هي نفس نطاق الستوب لوز. يعني انا عندي صفقه وليكن ستوب لوز 80 وعندي الهدف بتاعي وليكن 80، طب ما هي انا في حاله ان انا لو اتضربت، لو داخل صفقتين، صفقة ضربت الهدف بتاعها وصفقة ضربت الستوب لوز بتاعها، أنا مش هكون خلصت يوم التداول أو خلصت أسبوع التداول وأنا كل اللي عليا إن أنا حافظت على رأس مالي. هو الموضوع ما بيتحسبش كده. إحنا عايزين مع أول يوم تداول في الأسبوع إن إحنا نكون قادرين إن إحنا نطلع بأهداف كويسة جدا. لو لحد دلوقتي الدنيا تمام أو حاجة مش واضحة مع أي حد، يا ريت يكتب. تمام. في أي حاجة مش واضحة بالنسبة لحضراتكم؟ بشكر حضرتك جدا، شكرا. في حد بعد بيقول إزاي نسبة المنطقة؟ طيب نعيد الحتة دي تاني، أو حضرتك طب نعيدها تاني بسرعة خالص. يعني إحنا جينا قلنا إن المنطقة علشان أقدر إن أنا أحدد المنطقة بتاعتي، لازم اول حاجه تكون معايا هي اثبات المنطقه. قلنا يعني ايه اثبات المنطقه؟ اثبات المنطقه عندي ليه حاجتين. اول حاجه في اثبات المنطقه يا تخترق الترند يا اما تخترق منطقه معاكسه. تمام؟ يعني ايه تخترق ترند؟ قلنا ان هلاقي من عندي الاسعار متحركه في وليكن اتجاه صاعد. تمام؟ رسمنا خط الاتجاه الصاعد بتاعنا وجينا لقينا ان الاسعار في المنطقه دي تحديدا وراحت كسرت الترند. هنا بقدر اقول ان المنطقه اللي عندي هي منطقه مثبته. طيب ايه تاني من الممكن ان انا اشوفه؟ قلنا ان وليكن عندي كان موجود متوافر عندي من هنا منطقه من مناطق الطلب، ولما وصل لها الاسعار ما احترمهاش اطلاقا وتم اختراقها. يبقى الاثبات بتاعي ليه حاجتين، يا يخترق حضرتك الترند سواء كان هابط او كان سواء صاعد، او يخترق منطقه معاكسه للمنطقه اللي انا شغال عليها. تمام كده؟ طيب دي في حاله الهبوط. لو في حاله الصعود بتكون المنطقه كسرت الترند الهابط، وكمان لو عندنا منطقة مقابلة لينا بنقول إن المنطقة بتخترقها بسهولة تامة. تعالوا نرجع كمان علشان ما نرجعش ونتوه من بعض. تمام يا شباب؟
اخر حاجه كنا وصلنا لها هي نسبه الهدف الى وقف الخسائر، وقلنا ان انا ما ينفعش من عندي ان يكون الايقاف الخسائر بتاعي وليكن هو 50 نقطه والهدف بتاعي وليكن 40 50 نقطه، مش منطقيه. احنا بنحاول نوفق عمليه المتاجره بتاعتنا علشان نوصل لافضل حاجه ممكن نطلع بيها، سواء كنت انتراداي او بتشتغل سونجات او اي حاجه. لازم تحدد هدفك في الاول هو فين وتقارنه بايقاف الخسائر. عندنا ثلاث حاجات من الممكن ان انت تبص عليها قبل عمليه المتاجره بتاعتك. اول حاجه منهم هي هل الهدف بتاعي لايقاف الخسائر نسبته كام؟ هل هو 3-1؟ هل هو 2-1؟ هل هو 1-1؟ ولازم تقيم عمليه المتاجره بتاعتك قبل ما تدخلها باكثر من طريقه. تعالى نروح نشوف معانا يعني ايه وضع المنطقه من الفريمات. احنا شغالين على اكتر من اطار زمني. لما بنيجي نفتح التشارت بتاعنا بنلاقي ان عندي اطار زمني شهري، اطار زمني اسبوعي، يومي، 4 ساعات، ساعه، 30 دقيقه، 15 دقيقه، 5 دقائق ودقيقه. المنطقه اللي احنا اوريدي بنكون بنشتغل عليها هي لازم تكون منطقه متوفره معايا على كل الفريمات. بمعنى تعالى كده نبدأ نشرح من تاني. بمعنى ايه يا شباب؟ بمعنى وليكن ان انا دلوقتي على فريم الشهر وقررت ان انا هشتري من على فريم الشهر. حلو جدا. المنطقة كانت موجودة هنا اهي على الاطار الزمني الشهر. كانت على اطار الزمن الشهري. لما اجي لنفس المنطقه من على الفريم، لحظه، وليكن المنطقه اهي على الفريم الاسبوعي، وجينا لقينا ان فعلا وصل السعر قبل كده عند الاسعار عند المنطقه وصعد. تمام؟ بروح لنفس الفريم هو على بروح لنفس الاطار الزمني على الديلي وببدا اقارن المنطقه هي موجوده فين. لازم الاقي نفس المنطقه لما جت الاسعار عندها على الاطار الزمني الديلي وبدات الاسعار من هنا تصعد معايا. كويس يا شباب؟ يبقى لازم قبل ما اقرر عمليه المتاجره لازم تكون المنطقه دي متوفرة معايا أضعف الإيمان على الديلي وعلى ال4 ساعات. يعني أنا لما باجي أشتغل بنبدأ نبص على الويكلي، بنشوف منطقتنا على الويكلي موجودة فين. طيب بنزل على الديلي، طب هل هي نفس النطاق؟ هل الأسعار كانت وصلت لنفس النطاقات هي؟ يعني مثلا وليكن لقينا إن الأسعار جت كده وكانت هابطة، تمام، وخلاص قربت. تمام؟ هل المنطقه دي احنا هنا هنحط الاوردر بتاعنا، هل المنطقه دي هي نفسها اللي موجوده على ال4 ساعات، على الساعه، على الديلي؟ ايوه، منطقه قويه مثبته وتم تقييمها في الوضع ده. انا بقول ان شاء الله منطقتنا هتكون كويسه. تمام؟ طيب تعالى كمان نروح نشوف يعني ايه كلمه ما هو وضع صانع السوق. بصوا يا شباب، علشان اي صعود او هبوط في التشارت يحصل لازم تتوفر فيه السيوله. وعلشان بتتوفر السيوله، السيوله دي دايما مش معايا ولا مثلا مع اي حد، السيوله دي بتكون متواجده مع البنوك، مع صناديق الاستثمار، متواجده مع الناس اللي بتقرر ان هي تدخل تشتري بمسافات كبيره. فانا وضع صانع السوق هنا انا لازم اشوف هو لما جه اشترى من المنطقة دي هل هو قعد جوه المنطقة، طول جوه المنطقة، ولا أول ما جه أخد كمياته ولقينا عملية الرالي أو المارك أب حصلت في السوق مرة واحدة. دي بتفرق معايا جدا. ليه بتفرق معايا جدا؟ لأن أنا لو صانع السوق وليكن مثلا ضعيف، هلاقي إن شموعه اللي قدر إن هو يصعد بيها هي شموع صغيرة، السيولة اللي معاه مش قادرة ان هي تضرب كل الناس اللي موجودة قدامه
ويبدا يصعد في السوق، فهلاقي ان الشموع اللي صاعده معايا شموع ضعيفه، هلاقي ان الصعود وليكن صاعد معايا كده ما فيهوش الزخم اللي انا فعلا محتاجه. تمام يا شباب؟ فانا لازم كل شويه ابص على وضع صنع السوق من المنطقه دي، فلو لقيته ان هو صاعد كده بضعف ما تشتغلش في المنطقه، بلاش منها، بلاش منها فعليا، لان المنطقه بتكون ضعيفه بالقدر الكافي اللي تخليني انا اقول حتى لو هو اخذ كميات وصعد من المنطقه، المنطقه ضعيفه مش هتديني الاكشن اللي انا محتاجه. لكن صنع السوق اللي فعلا بنشوف ان هو قوي، بتيجي تلاقي السعر اول ما جه عند المنطقه اخترق كل المناطق اللي قدامه وعمل لي شمعة بتلعية. من الممكن ان احنا نلاقي الشمعة بالشكل ده، من الممكن ان احنا نلاقي الشمعة بالشكل ده، اخذ كمياته والقناه مره واحده طار بالسوق، طار بالسوق، عمل لي السوق الصاعد اللي انا محتاجه. هكذا برضه على نفس النقيض، لو انا عايز ابيع من المنطقه دي وليكن، وجينا لقينا صانع السوق اول ما جه عند المنطقه هبط منها بقوه، عمل لي وليكن شمعه البنبار اللي احنا كلنا بنكون بنشوفها على التشارت، عمل لي شمعه البنبار اللي احنا كلنا بنكون شايفينها على التشارت، الاسعار نزلت مني جدا، الدنيا لقيتها ان هي جميله، مفيش اي حاجه قادره توقف الهبوط اللي بيحصل ده، لا انا كده بقدر ان انا اعتمد على المنطقه وبقول لا المنطقه كويسه جدا. لكن لو لقيت الهبوط اللي طالع من هنا هو هبوط تعبان، يعني هبوط ضعيف، الشموع يا دوب قادره تسند نفسها بالعافيه، الشمعه طالعه كده صغيره، كل ما تلاقي منطقه قدامها، يعني مثلا لو لقيت منطقه قدامها صاعده تلاقي ان لا في صعود حصل، طب بعد كده قدر صانع السوق ان هو يتغلب، تحس ان هو صانع سوق ضعيف جدا. تمام؟ انا هنا مش هقدر اعتمد على الكلام ده. طيب النطاق ده ممكن اشوفه فين؟ تحديدا بشوفه في التشارت، وبشوفه في شكل الاتجاه الافقي اللي بيكون في الشارت. يعني انا لما بدخل التشارت اول حاجه طبعا ببص عليها هي الاتجاهات الافقيه، لان صانع السوق دايما بلاقيه في الاتجاه الافقي، بلاقي انا شكل الشموع جوه التشارت موجوده معايا، بلاقي شموع كانت جنب بعضها كده، بلاقي الشموع جنب بعضها. تمام؟ طيب انا احدد من هنا اتجاه صانع السوق او قوته ازاي؟ لازم اشوف شموع البيز دي اللي موجوده جوه الاتجاه الافقي عددها ايه؟ هل هيفرق معايا العدد وانا جوه المنطقه؟ اه بيفرق جدا. طب هو بيفرق في ايه؟ هرفع لحضراتكم كل حاجه، كل حضراتكم محتاجينه، نخلص شرح وكل يعني الباوربوينت خلاص هرفعه لحضرتك مع الفيديو تحت امرك. نرجع للنقطه اللي كنا بنتكلم فيها، وهو هي ايه وضع صانع السوق؟ هنا لازم ابص دايما على الاتجاه الافقي في اي رسم بيان. هو انا هنا لازم اتعرف على مدى قوه صنع السوق اللي انا بدخل بناء على السيوله بتاعته، هو ايه وضعه حاليا، ايه مدى ضخ السيوله المتوفره بتاعته، هل هو قدر ان هو يتغلب على جميع المتداولين جميع المنافسين ليه، ولا لما جه علشان يشتري وليكن يورو، يشتري باوند، يشتري ين، يعمل يشتري دولار، كان قدامه نسبة المتنافسين بتوعه اللي هم نفس الناس اللي عايزة تبيع من المنطقة، نفس الناس اللي شايفة ان لا السعر غالي من المنطقة دي، من الممكن ان احنا نبيعه وهكذا. هل الموضوع ده كله انا هقدر ان انا اشوفه؟ هو السوق الحظ بتاعنا ان احنا ما نعرفش حد صانع سوق عشان نقعد جنبه ونشوف هو بيشتري او بيبيع منين، لكن احنا ممكن نشوف خطوات صانع السوق ايه، ومن هنا نقدر نمشي بقى على نفس الخطه بتاعته. طيب انا هنا في الحاله دي بدور دايما على الاتجاهات الافقيه يا شباب، بدور عليها، بشوف وضع صانع السوق في الاتجاه الافقي حصل ايه. تعالى كده نرسمها ونبدا نشوف هو صانع السوق اساسا بيكون ماشي ازاي. في الوقت ده انا بدخل التشارت
ودايما بدور على على الاتجاه الافقي بتاعي. الاتجاه الافقي هنا من الممكن ان انا هلاقي شموع صاعده، شموع هابطه، لكن انا ما يحكمني هنا هو عدد الشموع اللي موجوده. لو اخري خالص يوم ما اقرر ان انا هدخل مع صانع سوق قوي، ومن الممكن ان انا فعلا اشوف ان هو قوي جدا، هيكون موجود بس جوه نطاق التداول الافقي ده 4 شموع، ما بين الهبطه، ما بين الصعده، ما بين نطاق التداول. وفي الوقت ده انا بقول ان المنطقه دي بعد ما لقيت ال4 شموع بتاعتي، لقيت مثلا وليكن لقيت ان هو قعد 4 شموع جوه نطاق التداول، سواء انت كنت على الديلي او على ال4 ساعات، لقيت ان هو قعد ال4 شموع دول وبعد كده حصل الرالي في السوق او حصل مارك اب في السوق، انت ممكن تدخل معاه وانت مطمن جدا، لان انت واثق ان انت داخل مع صانع سوق قادر ان هو يحرك الاسعار. لكن تعالى كده، اوقات كتير بنيجي نلاقي ان حصل اتجاه افقي جوه التشارت بتاعنا، وبعد كده هنلاقي ان الصعود اللي حصل من بعده ضعيف. يبقى انا المرجعيه الاولى والاخيره ليا هنا عدد الشموع اللي موجوده في كل نطاق افقي. طب هو احنا ليه مهتمين بالنطاق الافقي؟ لان الاتجاه الصاعد معايا تحديدا بيحصل له اي انواع من انواع الكوركشن، تمام؟ فعلشان نقدر نقول ان الكوركشن بتاعه ده ممكن يبقى هو عمل من عنده من هنا تيك بروفيت لي، وفي نفس الوقت بعد ما خد التيك بروفيت قرر ان هو يعمل اتجاه صاعد تاني، في الوقت ده انا بشوف ان لا، السيوله اللي موجوده حاليا في الاسواق هي سيوله فعلا كويسه، وسيوله اقدر ان انا اعتمد عليها. يبقى اسف جدا، يبقى المرجعيه اللي ليا حاليا ودلوقتي هو ما مدى ان صانع السوق لما جه وكان في السوق قعد الفتره دي قد ايه، تمام؟ بنقول ان 4 شموع هي كافيه جدا لاتخاذ قرار التداول لو لقيت المارك اب صعد معايا من السوق بالشكل ده. يبقى انا لو لقيت الاسعار كانت صاعده عملت البيز، بعد كده لقيتها ان هي صاعده تاني، انا بقول لا تمام. لكن لو لقيتها ان هي اكتر من شمعه، ممكن توصل اوقات كتير بنلاقيها 7، بنلاقيها 8، 9، 10، لا انا هنا بقول ان صانع السوق اخذ وقت كبير جدا علشان يقدر يصعد معايا بالاسواق، وفي الوقت ده انا ببعد تماما عن المنطقه، بقرر ان انا اكون واحد من المتفرجين اللي هيشوفوا ماذا يحدث داخل الرسم البيان. تمام يا شباب؟ طيب لو حد عنده اي سؤال يكتب لي كده. طيب في حاله كسر منطقه الاثبات او في حاله كسر منطقه الطلب او العرض، حاضر هقول لحضرتك ايه اللي بيحصل عليه. حاضر، تحت امرك. هو استاذنا الفاضل بس سأل سؤال هو مهم جدا، وانا كنت يعني عايز اشرحه في يعني بعد ما اخلص بس الحته دي بالظبط. هي اهي جايه بالظبط، يعني كيفيه تبادل الادوار اهي موجوده معانا، ما تقلقش، احنا جايبين العرض والطلب بصوره مطوره، بصوره هتقدر تعرفك ازاي الاسعار تحديدا بتمشي على رسم البيان. اخلص بس اخر حاجه معايا هي كيرف المنطقه، هنتكلم فيها سريعا وبعد كده هقول لك في حاله كسر المناطق ايه اللي بيحصل. اخر حاجه معايا وهي حاجه بتقدر تعرفني هو انا فين بالظبط. انا بعد هي اسمها كيرف المنطقه. كيرف المنطقه هو ان انا بقيس من اعلى نقطه عندي في التشارت لادنى نقطه عندي في التشارت علشان اعرف انا دلوقتي متواجد في اي تصحيح للفي بوناتشي. يا اما هلاقي نفسي افضل انواع طبعا للتصحيحات هي ال 88، ال 78، ال 61 وال 50. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا وليكن انا كانت دي اعلى نقطه وليكن عندي جوه التشارت، تمام؟ ودي كانت ادنى نقطه عندي في التشارت، تمام؟ بقول كيرف المنطقه. يعني ايه كيرف المنطقه؟ الكلمه دي مهمه جدا ويا ريت ناخد بالنا منها. بقيس من ادنى نقطه عندي جوه التشارت لاخر نقطه عندي في التشارت، تمام؟ هنا عايز اعرف هو اكيد بيعمل كوريكشن، اكيد بيعمل تصحيح. التصحيح بيحصل ازاي؟ صانع السوق بيقرر ان هو يعمل تيك بروفيت مثلا حالي، يعني مثلا
اوضح لك الموضوع برضو بصوره اعمق شويه. ان انا الصعود ده بيحصل لما الناس اللي من بره، الناس اللي لسه ما دخلوش تريدة، او الناس اللي لسه ما دخلوش الصفقه، شايفين ان الصعود ده معانا ومكمل، تمام؟ فبيقول لك انا ممكن الحق الصفقه، تمام؟ الناس اللي عايز اللي جوه التريدة لقيت ان الصعود الكبير ده موجود، فتقول لك لا انا اروح ادخل معاهم في الصفقه. في الحلقه دي الناس كلها مثلا، وليكن ده كان قاع اتكون قبل الكوريكشن، فبندخل كلنا من النقطه دي، بنكون حاطين الستوب لوس بتاعنا اسفل القاع، وبنقول هناخد الصعود اللي بيحصل. في الحاله دي صانع السوق بيجي وبيعمل عمليه تيك بروفيت للاسعار من النطاق ده، بينزل يضرب لنا الستوب لوز بتاعنا من المنطقة دي تحديدا، تمام؟ بينزل يضرب الستوب لوز، وبعد كده بعد كده نلاقي الاتجاه الصاعد كمل. احنا اصلا كلنا بنقعد نقول ده نزل ضرب الستوب بتاعنا على نقطة على نقطتين، نزل ضرب القاع اللي انا حاطط تحته اسفل الستوب لوز بتاعي، مش عارف ايه كلام كده كتير جدا بنقعد نقوله لنفسنا في وقت الصفقة. لكن اللي بيحصل كالآتي: ان صانع السوق بيطلع يطلع علشان يحقق صفقته، لما بيلاقي كمية الناس اللي دخلت معاه كتيرة، كل الناس مشترية، كل الناس حاطة ستوب لوزها مثلا تحت آخر قاع اتكون عندي، لا أنا بعمل تيك بروفيت ليا، بنزل أضرب ستوب لوز، ألم كميات بأسعار قليلة، أطلع أنا لوحدي بالماركت، وكده أكون أنا الوحيد اللي مستفيد. فعلشان كده إحنا بنقول يا إما ندخل مع صانع السوق في نفس الدخول بتاعه او بعده مكان بيب، يا اما نقف نتفرج. افضل انا شايف ان احنا نحافظ على فلوسنا افضل بكتير جدا من ان احنا ندخل صفقه خسرانه. كيرف المنطقه هنا بيعرفني هو انا عند اي نوع من انواع الكوريكشن. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا شفت الصعود ده، لقيت ان الاسعار تحديدا عملت شموع البيز اللي احنا بنتكلم عليها من هنا، حصلت عندي تاني، ببص عند كيرف المنطقة اللي أنا متواجد معايا من هنا، وبقول تعالى كده، بقول إن الشموع دي راحت حاصلة تاني في النطاق ده، تمام؟ حصلت تاني جوه النطاق ده، يبقى بقول لا ده في تيك بروفيت حصل هنا نازل علشان يجمع كميات تاني كده كده، يبقى انا هكون معاك. كيرف المنطقه هو اعتماد نسبه التصحيح على كام في الميه فيبوناتشي. اهم نقط طبعا عندي هي نسبه ال 50، نسبه ال 61، ونسبه ال 78 وال 88 في حاله الهبوط. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا كنت محدد النطاق بتاعي ده كله، هو ده اللي حصل من عليه اخر هبوط ليا، لكن وانا شغال جوه التشارت لقيت وليكن عندي منطقه اتكونت هنا، تمام؟ هنا في الحاله دي بروح وراجع نفسي، هو انا عند كيرف من التشارت؟ اه ده انا عند الكيرف ال 88 عند اخر تصحيح متوافق مع منطقه عرض مثبته بعد كل التقييمات اللي احنا قلناها، تم التقييم بتاعنا. انا في الحاله دي بقول يبقى انا كده الدنيا تمام معايا. هو ده اللي انا عايز حضرتك تكون عارفه قبل ما تقرر ان انت تكون جوه الصفقه. قبل ما تكون جوه الصفقه لازم تعمل حاجتين، ويا ريت لو انت تقدر تكتبهم في ورقه، وقلق تجيب ورقه وقلم وتكتبهم قدامك قبل اي صفقه. ايه؟ هل انا داخل الصفقه دي بناء على اثبات؟ لقيت ان الاثبات بتاعي تم، ايوه الصفقه مثبته، حلو جدا، كسر الترند، كان صاعد كان هابط، حلو جدا، الاثباتات بتاعتي موجوده، يبقى انا كده بتكلم فيه كلام كويس. لقيت ان قوه الحركه للاسعار من المنطقه قبل كده كانت قويه جدا بما يكفي، صعود قوي، شموع قادره ان هي تكسر اي منطقه قدامي، بيبقى تمام جدا. رحت الاختبار السعر للمنطقه، لقيت ان هي وليكن منطقه فريش زون بالنسبه لي، اول مره اختبار او تاني مره، بنقول عادي مفيش اي مشكله. بعد كده بروح ايه وضع المنطقه بالنسبه للفريمات الكتير، لا المنطقه كمان مثبته ومتقيمه على الديلي ومتقيمه على الاربع ساعات، هايل جدا.
بعد كده بروح ايه هو وضع صانع السوق، هل صانع السوق معاه ما يكفي من السيوله لتحريك الاسعار في المارك اب او المارك داون ولا لا. بعد كده بروح ابص على كيرف المنطقه هنا في الوقت ده بعد ما بحدد كل الاثباتات بتاعتي وبعد ما بحدد كل التقييمات اللي احنا اتفقنا عليها يا شباب، بنقدر ندخل الصفقه بتاعتنا واحنا مطمنين جدا. لو لحد كده الاثبات والتقييم كويس مع حضراتكم، يا ريت حضراتكم تكتبوا لي واحد او تكتبوا لي تمام. ممكن اعيد الحاجتين اللي قبل ما اعمل الصفقه؟ بمعنى ايه؟ معلش بس لو حضرتك توضح لي. انا الحاجتين اللي كنت اقصد عليهم قبل الصفقه ان انت ان حضرتك لازم تحط قواعد الاثبات قدامك، تحط قواعد التقييم قدامك، تشوف كل منطقه حضرتك عايز تعمل من عندها اوردر، ان انت تشوف هل هي مثبته فعليا، هل تم تقييمها فعليا ولا لا. الاثبات قلنا ان هي بتكون يخترق الترند في حاله لو انت بختار المنطقه الهابطه، بتكون اخترق الترند صاعد. في حاله ان انا بختار منطقه طلب بتكون اخترق الترند هابط، تمام. تقييم المنطقه ليه اكتر من عامل قوه المنطقه، ببص بشوف ما مدى الصعود اللي موجود جوه الماركت، وكمان بشوف ايه وضع المنطقه من الفريمات الكتيره، بشوف نسبه الهدف لايقاف الخسائر، بشوف كيرف المنطقه، بشوف عدد شموع البيز اللي موجود جوه المنطقه، وبشوف عدد مرات اختبار المنطقه. دي لازم كلها تشوف قبل ما تعمل الصفقه بتاعتك. طيب لو واضح كده لكل الناس، يا ريت نكتب واحد عشان ننقل للمنطقة اللي سأل عندها الأستاذ الفاضل. أستاذنا بيقول لو في حالة كسرت المنطقة. حاضر، هنخلص وهندخل كلنا دلوقتي وهنطبق على التشارت وهنوضح كل المعلومات. طيب أنا بس آخر حاجة عندي دلوقتي بيقول لي هو في حالة اختراق المنطقة، إيه الحل بقى في حالة اختراق المنطقة؟ هنا في الحالة دي، أنا لازم دايما أبص على حاجة معينة. لحظة، تمام. في الحالة دي أنا لازم أبص على حاجة معينة، لأن اللي بيحصل عندي حاجات بنعرف نسميها مناطق الميديكيشن أو مناطق البريكلين أو مناطق حاجات كده كتير جدا ليها مسميات، لكن انا هبسط لك الموضوع بكل سهوله. في حاله اختراق المنطقه يعني انا كان عندي وليكن مناطق انا شايفها ان هي مناطق للطلب او مناطق للعرض، وليكن عندي المنطقه دي، تمام، هي منطقه العرض، تمام، وكان فعلا الاسعار كل ما تيجي من عندها بتهبط، تمام. لما جت الأسعار وهي صاعدة، راحت اخترقت المنطقة. في الحالة دي بتكون من المناطق المفضلة جدا بالنسبة لي إن احنا نقدر ندخل من عليها أوردر باي. ليش؟ أنا من هنا عندي سيولة حد موجود، وهنا اتكونت عندي سيولة حد تاني. يعني انا كان من هنا عندي صانع سوق عمال يبيع في الماركت، لكن في الوقت ده في النطاق ده تحديدا دخل لي صانع سوق تاني جديد وقرر الراجل ان هو يصعد. باختراق المنطقه انا هنا بدل ما هي منطقه عرض او منطقه طلب بنقدر نسميها مناطق الفليب زون. مناطق الفليب زون هي المناطق اللي بتكون عرض وخلاص اتكسرت، فلما بيرجع يعمل لها السعر باك تيست تاني، لما بيرجع السعر بيعمل لها الباك تيست تاني، خلاص انا اوريدي بقيت دي بعتبرها عندي منطقه من مناطق الطلب، تمام، وبقدر ان انا اخد من عندها اوردر. والحقيقه دي بتكون من انجح المناطق اللي موجوده في التشارت، تمام. علشان كان في استاذنا الفاضل استاذ سيد كان بيسال بيقول في حاله اختراق المناطق، انا عندي دلوقتي منطقتين مهمين، منطقه طلب ومنطقه عرض. طيب في حال اختراق الاسعار لاي منطقه منهم،
يعني في حاله ان السعر اخترق منطقه العرض، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل هنا السبب المنطقي ان صانع سوق تاني دخل وقرر ان هو يشتري، وكان معاه من السيوله ما يكفي لاختراق منطقه العرض اللي موجوده قدامي. وفي الحاله دي انا هنا بقول لا، انا هدخل معاه مع اول باك تيست بيحصل للمنطقه. وطبعا عكسه مناطق الصعود بتكون اتكونت هنا من عندي، وبيجي السعر بيقرر ان هو يتم اختراق المنطقه. تمام، في الحاله دي مع اول باك تيست هيحصل لي للمنطقه انا هقرر ان انا ابيع. تمام، بكده نكون خلصنا الاثبات والتقييم للمناطق. فضلنا حاجه اخيره وهي القياسات ودورها على الرسم الباني. لكن تعال نروح كده واحده واحده ونبدا نشوف ازاي هنقدر ان احنا نطلع المناطق دي من على الرسم الباني. تعال كده مثلا وليكن نروح لزوج النيوزيلندي دولار. تعال كده اهو، اول حاجه انا قدامي رسم فاضي تماما، بجيب انا الترند بتاعي وبقول انا كان عندي وليكن من هنا ترند صاعد. تمام، ادي الترند الصاعد بتاعي، ترند قعد بالظبط اسبوع 2 3 4 5 6 7 اسابيع بتتداول الاسعار عليه. تعال نقرب ونبدا نشوف هنتعامل ازاي جوه الرسم الباني. لما باجي هنا بلاقي ان الاسعار فضلت ماشيه، تمام، ومره واحده الاسعار اخترقت خلاص الترند. فين الشموع اللي تحديدا اخترقت الترند؟ انا عندي الشمعه دي وهو النطاق ده. هنا لتكوين المنطقه بالظبط، في ناس بتقرر ان هي تقول لك لا، في ممكن ناخد ديول الشموع بس، وفي ناس تقول لك لا احنا هناخد الشموع كامله. انا مع الفريق الثاني ان احنا ناخد المنطقه كلها. هنا المنطقه انا عايز طبعا دلوقتي اثبت المنطقه. المنطقه عندي دلوقتي كسرت الترند، تمام، وكمان لما رجعت الاسعار تاني لنفس المنطقه كسرت منطقه الطلب اللي كانت اتكونت هنا، وكمان كسرت منطقه الطلب اللي اتكونت هنا. تمام، يبقى انا في الحاله دي بقول ان لما الاسعار هترجع تاني لنفس المنطقه انا اوريدي هقرر ان انا ابيع. في الحاله دي لما رجعت الاسعار لنفس المنطقه هي جوه الرسم البياني بتاعنا احنا على طول قررنا ان احنا نبيع. تمام، طب تعال نشوف النطاق ده تاني اتكون عندي ولا لا. تعال نشوف كمان منطقه نقدر نحددها منطقه للطلب. تعال، انا الترند من عندي تحديدا اتكسر في النطاق ده. تمام يا شباب، اهو كسرته الشموع دي. اول حاجه تعالى نثبت المنطقه. انا كان عندي اكتر من منطقه هنا بتوقف السعر. انا عندي المنطقه دي موجوده معايا، وكمان عندي المنطقه اللي فوقيها، تمام، موجوده برضو معايا اهي. اثبات المنطقه احنا قلنا في الاول خالص ان علشان ان انا اقدر اثبت منطقه في الاول لازم تكون اخترقت ترند، وتاني حاجه تكون اخترقت مناطق مقابله ليها. مش ضروري ان احنا نلاقي الاثنين، يعني من الممكن ان احنا نلاقي واحده بس. لحظه، تمام، احنا دينا بنطبق على الشارت. تمام تمام تمام، واضح جدا. تمام تمام يا شباب، بنكون اهي موجوده قدامنا على التشارت. طيب نيجي بقى لتقييم المناطق. السعر بقى لما رجع تاني للمنطقه الصعود اللي كان فيه، هنبدا باول حاجه وهي قوه الحركه. قوه الحركه اللي خرجت من المنطقه، تعال الشموع دي، كل الشموع اللي حصلت ورا بعض دي كان في اي حاجه قادره توقفها؟ لا. يبقى انا لما اجي هنا واقول قوه الشموع او قوه الحركه
خروج بقوة، السعر من هنا عندي خرج بقوة جدا، تمام. طب تعالى نروح نشوف تاني حاجة، اختبار السعر للمنطقة دي. كان دي المرة الكام؟ دي الأولى، دي أول مرة السعر بيزور فيها المنطقة اللي اخترقت الترند، يبقى دي رقم واحد، بديها رقم واحد. طب تعالى نشوف تالت حاجة، نسبة الهدف لوقف الخسارة. أنا من الطبيعي جدا جدا إن أنا هاجي عند النطاق ده وأحط الستوب لوز بتاعي تحته، تمام؟ لكن لأ، ما تيجي نشوف آخر قاعنة اتكونت فين؟ ما احنا قلنا إن صانع السوق بيبقى عايز يرجع علشان يضرب الستوب لوز وبعد كده يمشي. آخر نطاق عندي هحط الستوب لوز بتاعي تحت المنطقة دي بشوية، تمام؟ يبقى تعالى نقيس الستوب لوز بتاعي هنا هيكون كام نقطة؟ أهو هيكون بالظبط حوالي 35 نقطة. طب أول صعود حصل كان حصل كام؟ كان حصل حوالي 180 نقطة. لما نيجي نروح للمنطقة، احنا قلنا أفضل حاجة ليا لو كانت بنسبة 3 لواحد. طب أنا عندي أول هدف ليا حوالي 180 نقطة، ستوب لوزي كام؟ ستوب لوزي حوالي 133 نقطة. فأنا كده شايف إن لأ، ده أكتر كمان من 5 لواحد. طيب ايه وضع صانع السوق؟ تعال نبص بقى على وضع صانع السوق لما جه عند المنطقة. تعالى احنا قلنا هنبص هنلاقيه ان هو ماشي جوه مسار افقي. طيب احنا عندنا شمعة 2 3 4، والشمعة اللي خرجت من المنطقة كانت قوية جدا، يبقى لا ده وضع صانع السوق اللي موجود في المنطقة دي لا قوي جدا. طب تعالى كمان نروح نشوفه لما جه كمان عند المنطقة قبل كده عمل ايه؟ عمل شمعة بمبار، حتى ما دخلش اساسا جوه المنطقة. لا يبقى الوضع بتاع صانع السوق، انا كده معايا مشتري قوي جدا، عرفت فين مكانه، تمام. طب تعالى كمان نشوف ايه هو بقى كيرف المنطقة. تعالى نشوف ادنى نقطة واعلى نقطة كانت في جوه الرسم الباني ده، تمام. تعالى كده هنلاقي احنا قلنا حاجتين، ان ال 78 وال 88 وال 61 وال 50، ده انا هنا كمان عند كيرف للمنطقه، ده انا هنا عند نسبه ال 88 للمنطقه. انا كده الصفقه بتاعتي ماشيه بشكل كويس جدا. في اي حاجه تاني هقدر ان انا اقيمها؟ لا، احنا كده عملنا التقييمات بتاعتنا كلنا، بالتقييمات بتاعتنا كلها، الاثبات خلاص وكسر ترند هابط ولقينا ان الاسعار فعلا صعدت، التقييم قيمنا باكتر من كل حاجه، والسعر خلاص بقي معانا. اول ما هلاقي ان السعر قرب للمنطقه انا هعمل اوردر باي، وهتبص لقينا ان الاسعار صعدت من المنطقه بتاعتي ما حوالي 230 نقطه. فالموضوع يا شباب زي ما انا قلت لحضراتكم، لازم نخلي الموضوع في ايكوال تساوي، هو انا داخل فين وبناء على ايه، تمام. تمام تعال نروح لاخر حاجه معانا، وهو ازاي هقدر اوفق الموضوع بصوره هندسيه. تعال انا رسمها على الرسم البياني، تمام. تعال كده نفتح شورت، ازاي اوفق الموضوع بالانماط الهندسيه. دي اول حاجه هو نموذج الاي بي ايكوال سي دي، وهو اول نموذج من نماذج الهارمونيك، لكن انا استعنت بيه علشان انا بقدر استخدم النماذج والقياسات دي بتكون متوفره معايا على الرسم البياني. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا دايما كل كوريكشن، كل تصحيح عندي جوه الماركت، تمام، لازم بيقابله تصحيح تاني. بمعنى ايه؟ تعال احنا كنا بنشرح هنا، تمام. بمعنى ان انا اوقات كتير بلاقي السعر كان هابط وليكن، بعد كده السعر بيرجع يعمل كوركشن، بعد كده السعر بلاقيه عمل كده،
ده من النماذج المهمة جدا جدا جدا، واللي أنا هقدر أعتمد عليها على الرسم البيان. في الحالة دي لما بشوف السعر مشي معايا بشكل حرف N، ببدأ إن أنا أرقم التشارت بتاعي. تمام، هنا بقول إن دي النقطة A ودي النقطة B ودي الكوريكشن بيكون النقطة C. تمام، وده الكوريكشن بتاع النقطة دي. حلو جدا. هنا بقى السعر بشوف ان هو بيمشي بشكل الحرف الان، بلاقي ان السعر كان هابط، هبط من وببدأ هنا اقسم التشارت بتاعي على نظام اضلاع، هبط من عمل ضلع A B، عمل تصحيح كوريكشن بطلق عليه الضلع B و C، وبعد كده بينزل يديني نقطة تانية ليها قياس من الاضلاع دي. طب ايه القياس بتاعنا؟ القياس بتاعنا هيكون كده، بلاقي ان السعر في الاول طلع وعمل الاي بي، تمام، هنا بينزل، لو لقيت ان عمل كوريكشن من عند النقطة سي وكانت عند 38، لازم تحقق النقطة دي بتاعتها عند 200. لو لقيت النقطة سي وصلت عند 50، يبقى الكوريكشن بتاع سي عند 50، يبقى انا بقول ان نسبة اكتمال النقطة دي عند 200. لو لقيت ان السي هنا جت معايا عند 61، يبقى هنا تروح معايا لل 161، وهكذا عند 70 تروح معايا عند 41، عند 78 تروح معايا عند 127، عند 88 ابقى من المفترض ان الاقي الدي معايا عند 113. لحظة، لو احنا تمام يا شباب يا ريت تكتبوا لي رقم 1. تمام يا شباب، نكمل. نيجي هنا تاني، احنا قلنا المبدأ القياسي بتاعنا، قلنا ان احنا نلاقي برضو الاسعار من A ل B تطلع تصحح عند النسبة 38. انا اوريدي باخد القياس ده وبستناها عند النسب بتاعتنا. طيب تعالى ندخل بقى على التشارت ونبدأ نشوف النسب دي فعلا موجودة ولا احنا بنعمل ايه. تعالى في الاول خالص هنا، وليكن احنا بندور دايما على التشارت اللي هنلاقيه ماشي معانا بحرف الان. تمام، طيب هنا انا شفت من هنا وليكن ده حرف الان اهو. تمام، ببدأ اخد القياس بتاعي من النقطة دي للنقطة دي علشان اقدر احدد السي بتاعتنا فين. وهنا النقطة دي تحديدا ببدأ اسميها النقطة ايه. تمام، والنقطة دي اللي انا قست من عندها اللي هي النهاية بسميها النقطة B. تمام، والنقطة دي بسميها النقطة C. تمام، أنا هنا لحد دلوقتي معرفش أنا المفترض إن النقطة دي بتاعتي هتكون فين. طيب تعال نرجع للجدول. أنا لما قلنا إن التصحيح بتاعنا، إحنا لما قلنا إن التصحيح يوصل لحد النقطة عندي 38 50 61 70 78 88، طب هنا النقطة سي اتحققت عند كام؟ اتحققت عند 88. طب لما نرجع للجدول، لما تكون النقطة سي من هنا عند 78، يبقى المفترض الدي بتاعتها تكون فين؟ هنلاقيها عند 127. طيب أنا بقيسها إزاي؟ أنا هنا في الأول علشان أقيس النقطة سي بقيس الضلع AB كله بيديني النقطة C. تمام؟ طيب هنا بجيب الفيبوناتشي تاني وبقيس النقطة من B لـC. كويس؟ بيديني النقطة 127. هنا كان من المفترض إن 78 تديني الـ 127، بحط هنا عند النطاق الـ 127 خط، وبقول إن دي احتمالية كبيرة جدا إن الأسعار تبدأ تصعد منها. كويس يا شباب؟ طيب تعالوا نكمل. تعالى كمان نروح للنيوزيلندي هنا ونشوف. هنا النيوزيلندي كانت دي أول قمة اتكونت من عندي، وقسنا
للاخر لاول كوريكشن بيحصل عند حضرتك في الشغل. انا اهم حاجه عندي ان انا اطلع النقطه اللي منها حصل الكوريكشن، وفي نفس الوقت لازم الاقي ان الشورت معايا ماشي على حرف الان. لما هاجي من هنا وهنا هلاقي ان الشورت معايا ماشي على حرف الان، تمام. طيب هنا النقطه سي اتحققت عند كام؟ اتحققت عند 38 فيبوناتشي. طب تعالى نرجع للجدول، لما يكون النقطه بتاعتي اتحققت عند 38 فيبوناتشي، من المفترض ان انا الاقي النقطه دي بتاعتي فين؟ قال لك من المفترض ان انت تلاقيها عند 223. طيب حلو جدا، انا قلت ان احنا طالما كده بقول ان الضلع ده هيكون اسمه الضلع ايه، وده بيكون بي. لما بقيس الاتنين بيديني النقطة سي بتاعتي، تمام. ادي النقطة سي. ادي النقطة سي. يبقى من المفترض ان انا هطلع النقطة دي ازاي؟ قلنا ان احنا بناخد قياس بي سي معايا وببدأ أطلع التشارت بتاعي. النقطة بتاعتي من المفترض إن هي اتحققت هنا عند 223، يبقى دي هنقول إن دي النقطة دي بتاعتنا، تمام. وبستنى عندها الأسعار، أول ما تيجي بشوف البرايس أكشن وبشوف حركة الأسعار عند النقطة بتاعتي حصل فيها إيه. الحمد لله أول ما جات الأسعار عندها ولقينا الصعود ده كله، تمام. هي دي الموضوع بالفي. إحنا النهاردة اتكلمنا عن حاجتين مهمين جدا، أول حاجة فيهم هي حركة الأسعار، واتكلمنا كمان إثبات المناطق ازاي هنعرف نقيم المناطق. اتكلمنا عن الاثبات واتكلمنا عن التقييم، واخر حاجه ختمنا بيها وهو اتكلمنا عن القياسات ودورها على الرسم الباني. هسيب لحضراتكم ان شاء الله المحاضره هتكون متسجله، كان في ناس طلبت الباوربوينت هنحطه ان شاء الله مع الفيديو، ولو في اي كومنت او اي تحليلات حضراتكم هتكونوا محتاجينها يا ريت حضراتكم تبعتوها لنا واحنا اكيد هنرد عليكم. اتشرفت جدا بحضراتكم، انا اسامه زرعي ومن اكاديميه بي برو تريدر، وان شاء الله مش هيكون اخر ويبينار، وان شاء الله هنكرره مرات كتير. السلام عليكم.